i <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربما يتساءل المشاهد الكريم عند قراءة عنوان هذه الحلقة شو الجديد يلي حنحكي عنه بل ربما يقول البعض لقد مللنا من الكلام عن هذا الموضوع ولم يتغير شيء لذلك اقول في بدايه هذه الحلقه لست في وارد الكلام التقليدي عن الاخلاق في القران الكريم. ما راح اجي اقول والله القران امرنا بالخلق الفلاني ووعد لفاعله بالاجر الفلاني وانتهى الموضوع، لا. اريد من خلال هذه الحلقه يلي عنوانها القران والاخلاق ان اظهر اولا قيمه ومكانه الاخلاق بالنسبه لايمان الانسان. أريد ثانيا أن نبين دور الأخلاق في حسن بناء المجتمع المسلم وثالثا أن نظهر أهمية الأخلاق في بناء المجتمع البشري خليني أسأل أول شيء سؤال وأعتقد كل مشاهد ومشاهدة لازم نجاوب عنه ماذا يعني الأخلاق؟ شو المقصود بكلمة الأخلاق؟ بكل بساطة هي القيم والمبادئ يلي صار في استقرار لإلى بنفوس وفكر الناس وباتوا يتحركون في كل أمور حياتهم انطلاقا منها فبمارسوا أعمال ونشاطات وأدوار وعلاقات وكل شيء من خلال هذه القيم وبالتالي إذا فسدت هذه القيم فسد كل شيء صح ولا لا؟ سواء كان على صعيد فردي، على صعيد اسري او على صعيد عام. مشان هيك من اصدق ما قيل من كلام البشر حول هذا الموضوع هو قول احمد شوقي. انما الامم الاخلاق ما بقيت. ركزوا. فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. فعلا اي انسان، اي مجتمع، اي حضاره، ذهبت الاخلاق من حياتها تهدمت بلادهم وتخربت امورهم وانحدرت حضارتهم اجا القران الكريم ليقلنا صراحه بانه قيمتك كانسان مؤمن يحددها فهمك والتزامك بالاخلاق الوارده في كتاب الله بكل بساطه لذلك من اول وابرز اهداف رساله النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الاخلاق. ربنا سبحانه وتعالى في القران الكريم ماذا يقول؟ هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياتهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله عز وجل في القرآن يقول: "لقد منّ الله على، لقد منّ الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكّيهم". ايضا بالقرآن ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكّيهم. طيب، حتى النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم شو بيقول؟ انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. بحسب المفهوم القراني في مجمل الايات اي انسان لا يلتزم بالاخلاق نقصت انسانيته وقل ايمانه وخسر يوم الحساب، وانتبهوا وان صلى وصام وحج بيت الله الحرام. شو الدليل الدليل ما قاله النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم مش سئل النبي سال النبي اتدرون ما المفلس تعرفوا مين المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فصوب النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم عقليه الناس صوب الميزان الحقيقي عند البشر، شو قال لهم؟ ركزوا منيح بالاجابه لحتى تعرفوا مكانه واهميه الاخلاق في ايمان الانسان المسلم. ان المفلس من امتي ياتي يوم القيامه عدوا معي بصلاه وصيام وزكاه. كان يصلي كان يصوم، كان يدفع زكاه، كان يجي ويقوم بالعبادات المفروضه عليه، ياتي وقد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل ان يقضى ما عليه اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار هيدي النصوص كلها عم تعملنا عملية تصويب لفكرنا تلفت النظر إلى أن الأخلاق إلى تهذيب النفس هي من أساسيات الإيمان هي أصل من أصول الإيمان لأنه من خلالها تنشأ المجتمعات من خلالها تتفاعل فيما بينها كل المجتمعات البشرية من خلال الأخلاق بيكون في عنا حماية للمجتمع الإنساني يعني المنظومة الأخلاقية في القرآن الكريم أشبه ما تكون بالبنية التحتية للمسلم فردا أو جماعة أشبه بالأرض المتينة والصلبة يلي يبني عليها كل المسلمين أمور حياتهم في هذه الدنيا يعني التكامل الاخلاقي المطلوب من كل انسان مؤمن هو من اهم الاهداف يلي دعا الى القران الكريم منطلق كل صلاح في المجتمع الاخلاق ابرز وسيله من وسائل محاربه الفساد والانحراف الاخلاق طيب القران الكريم ماذا يقول اسمعوا معي هذه الايه وركزوا بالتسلسل الرائع يلي جاي فيها. هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين، يعني من ادوار النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم التزكيه وتنميه الناس واصلاح منظومه الاخلاق في حياتهم. ثم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا يعني نحن قدوتنا معلمنا أسوتنا مين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طيب القرآن بيّن لنا دور النبي بيّن بأنه قدوتنا في هذه الدنيا هو النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ولما وصف النبي عليه الصلاه والسلام شو قال له؟ وانك لعلى خلق عظيم. شفتوا التسلسل؟ الامر الثاني لما نقرا القران الكريم بنلاحظ بانه حتى وصف المؤمنين بايات قرانيه ياتي دائما ببعد اخلاقي. وسارعوا الى مغفره من ربكم. وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. هيدول المتقين شو صفاتهم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء اخلاق ولا لا؟ والكاظمين الغيظ اخلاق ولا لا؟ والعافين عن الناس اخلاق والله يحب المحسنين اخلاق. طيب ايه ثانيه ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. شو صفاته ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن أخلاق فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم أخلاق وما يلقاها إلا الذين صبروا الصبر أخلاق وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم أي تانية وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا أخلاق وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة كمان أخلاق بعد بكم آية والذين إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامة أخلاق شوف البعد الأخلاقي والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق أخلاق ولا يزنون أخلاق بعدين إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أخلاق وراها والذين لا يشهدون الزور اخلاق واذا مروا باللغو مروا كرامه كمان اخلاق يعني الايمان لا يمكن ان يكون ايمانا صحيحا محققا في حياتنا الا من خلال الاخلاق يعني كل دعوه بنسمعها هون او هون فيها بعد عن الاخلاق فيها تنازل عن الأخلاق فيها تقصير في الجانب الأخلاقي ليست من الدين أيها الأحبة الأخلاق في القرآن الكريم ليست أمرا مزاجيا من أمر اختياري من أمر مفصول عن حقيقة الإيمان نحن اليوم شو مشكلتنا المشكلة الأساسية أننا جزأنا الأخلاق قسمنا الأخلاق خليناها تابعة لأهوائنا ولمصالحنا ولمزاجنا بدل من أن نكون نحن التابعين لإله طب أنا بدي أسأل سؤال بالقرآن الكريم ألا يقول الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون شوفوا الكلمة لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما، شو يعني هالايه؟ يعني لن يكتمل ايمان الانسان الا اذا كان بكل انفعالاته وتحركاته وتفاعلاته واموره متوافق مع المفهوم القراني، مش بس هيك، ويسلم تسليما يعني يتبعون ما امر به القران وهم مسلمون وهم متيقنون انه الحق من ربهم. انا كانسان مؤمن انطلق من كل اموري في هذه الدنيا من منطلق القران وانا مؤمن انه الحق مشان هيك النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم شو قال لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به هذا الحديث شو معناته يعني انت بكل امور حياتك بكل انفعالاتك خاصة بأمورك الأخلاقية ما فيك تخترع عزوئك ما فيك بموضوع الأخلاق يجي القرآن يقول واحد اثنين ثلاثة تيجي أنت تقول مثل ما بنسمع اليوم شيخ بس هذا ما بيمشي بأيامنا لك يا شيخ الظروف اختلفت والأوضاع تغيرت الزمن غير لا يا حبيبي لأن الذي خلقك سبحانه وتعالى هو الذي خلق الزمان وخلق المكان وهو الذي قال لك الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ايها الاحبه يلي بيقرا القران الكريم ومثل ما بقول بكل مره قراءه فكريه عقليه ايمانيه وليست قراءه لسانيه يدرك تمام الادراك ان القران كتاب يصلح حركه الانسان في تعاملاته كلها لحتى يكون صاحب رساله اصلاحيه تحقق المطلوب منه مع حركه الحياه في كل تفاصيلها مشان هيك لما نقول الاخلاق نحن عم نحكي عن دين عم نحكي عن القران عم نحكي عن توجيهات النبي ووصايا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وبالتالي يلي بيعمل عمليه فصل للاخلاق كاطار عام وشامل يدخل فيه كل امور حياته هو فعليا عم بيفصل الدين بكل ابعاده عن امور حياته وخليني احكيكم بكل صراحه نحن اليوم مشكلتنا شو؟ مشكله اخلاق ازمتنا الحقيقيه ببلادنا ومجتمعاتنا شو؟ ازمه اخلاق معاناتنا الاساسيه معاناه قله اخلاق انهيارنا الرئيسي ليس سببه انهيار اقتصادي وانما انهيار الاخلاق والمنظومه الاخلاقيه بكل المستويات بين الزوجين. بين الأهل والأبناء. بين الجيران بين الناس. بين الجماعات. بين الدول ما اختفت الأخلاق بينهم إلا وحل الخراب وساد الدمار ما اختفت الاخلاق إلا وتهدمت كل معاني الحياة صح ولا لا مشان هيك بدي أذكركم وأذكر حالي بالسيد محمد حسين فضل الله رحمه الله يلي لما قرأ واقع الأمة المؤلم ودرس أمور وأحوال الناس وعلاقاتهم بهذا القرآن الكريم كلياً لإلنا بها الحلقة لخصوا بكلمة واحدة فقال نحن مؤمنون عبادة وكافرون أخلاقاً رزقنا الله وإياكم حسن الالتزام بالأخلاق حسن العمل بالأخلاق حسن ترجمة الإيمان إلى أخلاق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته